سيداتي وسادتي، انضمت الآن إلى موجاتنا موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو. الميكروفون ينتقل إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا نبلغ به رضاك، نؤدي به شكرك، ونستوجب به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد كما أنعمت علينا نعما بعد نعم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد في السراء والضراء، ولك الحمد في الشدة والرخاء، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره. اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة، من أيام شهر رجب، اليوم الثامن لهذا الشهر الكريم الذي لا يمكن أن ننسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان بإذن الله لا فاقدين ولا مفقودين. فشهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. فاللهم اجعل بذرة هذا الشهر إن شاء الله بذرة طيبة مباركة. اللهم اجعل القرآن لنا هدى ورحمة وإلهاما لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نستهله بالذي خير بالقرآن الكريم، نستهل نقل صلاة هذا الفجر الطيب المبارك عبر موجات الإذاعة المصرية بخير الكلام وطيبه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم مع قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي وفقه الله لما يتيسر من آيات بينات من سورة الحج، بدءا من الآية 38 إلى الآية 59 بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأن
إنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين
أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده تعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم قل يا نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا
الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض قلوبهم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه
تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والذين هاجروا في ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين حقا وصدقا. إن الله لعليم حكيم.
إن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يرانا في السراء والضراء، نحمده ونشكره. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الحج، بدءا من الآية 38 إلى الآية 59، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ونحن في مستهل هذا النقل المباشر لصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. حري بنا ونحن في هذا المقام وفي شهر رجب أن نستقي دائما ما كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان إن شاء الله. اللهم اجعل الذنب مغفورا في هذا الشهر، ودائما وأبدا نرشد العمل الصالح والأجر الأعظم بإذن الله. ورحم من قال: بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب. طوبى لعبد زكى فيه له عملا، فكف فيه عن الفحشاء والرياب. هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 5:03، وذلك سعيا إلى ما قاله ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يقينا شر الوباء والبلاء. هيا بنا مع مبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وفقه الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاء يا رب. سيدي يا رسول الله، تحيات السماء الزكيات لمقدم أحمد، لمقدم أحمد مسك الختام.
أمجادنا ونور زادنا بالنور نورا وفضل الله أسبق للكرام تحيات لوجه الله تحيات لوجه الله ربي وصلوات تعالت بالسلام سلام الله سلام الله خير البرايا وصلوات تعالت بالسلام تحيات لوجه الله رب وصلوات تعالت بالسلام سلام الله وقد أهداه ربك بالمرام إذا رب العباد أراد شيئا إذا رب العباد Oh.
ولم تخذله يا رب السلام. إذا قال النبي فصدقوه فإن سيدي يا رسول الله، اللهم احفظ مصرنا، احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء يا أكرم الأكرمين يا الإسراء. خيرك زاد جبريل جاء إلى الحبيب ونادى هيا تكريم من رب الورى. قم يا محمد واشهد الإسعادة. قم يا محمد واشهد جحدوا مقامك خسة وعنادا. جحدوا مقامك خسة وعنادا. فكفاك أن ترقى السماء إلى الذي لم يتخذ ولدا ولا أندادا. صلى عليك الله في عليائك والمؤمنون مؤملون معادا. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الخلاق،
يا أكرم الخلق على الإطلاق سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله لا إله إلا الله حقا وصدقا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وصوت الحق من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وأدنا لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رجب. ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية. حقا وصدقا، وإن الله لعليم حكيم، عليم بنا ونحن في هذا الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا في هذا الوقت وهذا التوقيت، عسى أن يستجيب إن شاء الله دعاءنا. اللهم إننا نسألك العفو والعافية، سل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم مبتلين قال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم: لا تستسلموا لهذا الابتلاء، وعندكم الدواء والعلاج الناجع. لما ألم بكم الله بهذا الابتلاء وهو الدعاء بالعافية، فاللهم إننا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. اللهم إننا كما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إننا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وباء وابتلاء يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، وفق أطباءنا، وفق أبناءنا، اللهم امنحهم النجاح والتوفيق إن شاء الله. اللهم يا رب الأرباب استرها معنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا الصحة والعافية بإذن الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات مما يتيسر من القرآن الكريم. يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله الشيخ حجاج الهنداوي، الذي يتلو علينا الآن بعضا من آيات الله البينات، ويقام بعدها للصلاة. فهيا إلى القرآن والشيخ حجاج الهنداوي وفقه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين، وما أدراك ما علين؟ كتاب مرقوم يشهد
تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسميم عينا يشرب بها المقربون ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس
المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واستووا يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا، واحفظ بلادنا وأولادنا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واحشرهم مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون مسبيرو بالقاهرة. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات القرآن الكريم والشرق الأوسط والبرنامج العام، لا يسعني إلا أن أقدم شكري لقارئنا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي ومبتهلنا المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة، وأيضا لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، أحمد نصر، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي مدحت أحمد حمودة، وكذلك زميلي مهندسي الصوت في إذاعتي القرآن الكريم والشرق الأوسط. و لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، وكل عام وأنتم بخير. والميكروفون يعود هنا في دار الإذاعة بالقاهرة إلى استوديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت الثامن من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة النبوية، الموافق للعشرين من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد.